السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. مشاهدي القناة ديالي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وصحة جيدة. ما تنساوش الاشتراك واللايك، جزاكم الله خيرا. اليوم بغيت نتشارك معكم سباق ألعاب القوى في قلعة سراغنا. المركز الثاني لحسن بوغاد احتل المركز الاول، صلاح الدين بوسعد ادم الهزميري. بعيد سلام حسن الربع احتل المركز الثاني. شويه تسوق الان
وتم احييكم نتواصل معكم في انتظار توزيع الجوائز المخصصه على الفائزين. بالمناسبه الغاليه عيد الاستقلال المجيد تقدم جمعيه التساوي بالعاب القوى متواصله معكم بعد قليل سيتم توزيع الجوائز المخصصه على الفائزين بالسباق على الطريق. هنا بمدينة قلعة سرنا مرشانا على المساندة والمساهمة تحية للفنان أنور السرغيني خصصا على المراكز الثلاثة الأولى سي هشام مدير مدير القاعة والمدير الإقليمي لوزارة التعليم تفضلوا معايا في سي الخنفي سي رشيد وخنفي الطابون بالأمن الوطني تفضلوا معايا بالنسبة لفئة الكبار في ألعاب القوى هو البطل السابق المغربي سي عبد الكريم قرفلي في ألعاب القوى واللجنة المنظمة ثلاثية التحتبية صلاح الدين بوسعد والحسين بوغاب وادم الهزبري في الطرف الاولى المصور المخضرم سي عمر الشريدي الهزبري تفكر الوطني سي رشيد الخلفي هنيئا لادم الهزبري بالمركز الثالث صورة تذكارية مع البطل آدم الهزميري هنيئا لآدم وشكرا للضابط سي رشيد الخنفي. إذن ننتقل إلى الفائز بالمركز الثاني هو الوصيف في هذا السباق على الطريق البطل صلاح الدين بوسعد الجائزة الأستاذ طبعا ومدير القاعة السيد شيزان الدويري صلاح الدين بوسعد في صورة تذكارية وصيف والبطل المتميز كابين وايد من جمعية التساوي في ألعاب القوى الحسين بوغا المدير الإقليمي لوزارة التعليم السي الأستاذ السي العالمي القرنشي للبطل حسين بوغاب في الفوز بالسباق من طرف جمعية التساوي لألعاب القوى وصورة تذكارية سي هشام تفضل سي هشام تفضل بصورة تذكارية مع الثلاثي سي رشيد الخنفي تفضل مع الفائزون وسي عبد الكريم في صورة تذكارية في التاريخ طبعا هنا بمدينة قلعة سرغنة صورة الكريمة على جميع التصويت لألعاب القوى واللجنة المنظمة التي نشكر عليها في التنظيم الناجح هنا في مدينة قلعة سرغنة من طرف جميع التصويت لألعاب القوى والتغطية متواصلة مع القناة الأولى من طرف السيد عمر الجريدي في صورة للمتواجدون الثلاثة فائزين بالمراكز الثلاثة الأولى الكاميرا مسلطة على الفئة الكبار كل من حسين بوغاب وصلاح الدين بوسعد وآدم الهزميري اطلب معايا في منصة التتويج الفائزات زهرة سعيد الله يعطيك الصحة خويا الله يحفظك
يتم توزيع الجوائز في فئة الكبيرات. في المركز الثالث والمرتبة الثالثة هنيئا لسلمى بالقطور. بالقطور من جمعية تساوت لألعاب القوى. سلمى بالقطور الثالث في المركز الثالث او الثاني عفوا ساره سعيد من جمعيه تساوت لألعاب القوى يسلم الجائزه للمدير الاقليمي لوزاره التعليم. فيتفضل الاستاذ الشيخ رشيد العالمي القرشي في المركز الثالث طبعا مع البطله ساره سعيد. المركز الأول البطلة من اتحاد بن قرير كوتر الحمراء سوف يقدم الجائزة رئيس النادي جمعية تساوت لألعاب القوى عبد الكريم قرفلي. البطلة كوتر الحمراء اتحاد بن قرير سيشوف فضل في صورة جماعية وعدسات الكاميرا مسلطة من طرف القناة الأولى في التغطية هذا اليوم. التتويج بالنسبة لفئات العمرية سننتقل إلى فئات زينب العالمي تلتحق بنا ضحى عماد إلهام الشيتي. تفضلوا بسرعة لأنه وقت تفضلوا بالفائزات فئة الصغيرات اتفضلوا معايا ضحى عماد. عماد اعطوني المنصة بأنه بسرعة الشيتي. بالنسبة للمراكز الصغيرة المراكز الثلاثة المركز الثالث شفقت حالة لإلهام الشيتي جائزة لأمين المال جمعية تساوت ألعاب القوى والحارس السابق لفريق الدقة العسرة خالد القرفي. إلهام الشيتي في المركز الثالث إلهام. المركز الثاني ضحى عماد يقدم الجائزة كاتب لعب جمعية تساوت ألعاب القوى عمر بحار. البطلة زينب العالمي يقدم الجائزة رئيس جمعية تساوت ألعاب القوى عبد الكريم قرفلي. زينب العالمي ضحى عماد وإلهام الشيتي. البطلات فئة الصغيرات ضحى عماد زينب العالمي وإلهام الشيتي. يتم توزيع الجوائز المخصصة لفئة الصغار. توزيع بالنسبة لفئة الصغار المركز الثالث رشيد بلخية أحد أعضاء جمعية تساوت ألعاب القوى. تفضلي السيدة سارة مينا أمينة بختة تقدم جائزة المركز الثالث رشيد بلخية. زكريا الملياري هذا قدمها لأحد أعضاء جمعية تساوت ألعاب القوى نور الدين بدونا. زكريا الملياري ورشيد بلخية. الصف الأول فقط حارة على أسامة. زكريا الملياري ورشيد بلخية قد تفضلوا أعضاء جمعية تساوت ألعاب القوى وهما من الثلاثي من جمعية تساوت ألعاب القوى ليحتضنوا المراكز الثلاثة الأولى ألعاب القوى. تنظيم ناجح الذي برمج اليوم من طرف جمعية تساوت ألعاب القوى على السباق في سباق على الطرق. توزيع الجوائز بالنسبة للكبار سنا في المراكز الثلاثة حسن الرباع محمد الحافي وسعبولي أحمد سلطة التتويج. فئة الفيديوهات طبعا الأكبر سنا حطوا المراكز الثلاثة الأولى. المركز الثالث فقط حارة لسعبولي أحمد.
نقدمها صديقه عبد الله للبطل الزابولي احمد. زابولي احمد. المركز الثاني محمد الحافي الذي قدمه السي محمد بالكرومية وهو عضو بجمعية تسوق الالات القوى. انسان سعد سباد شيبة للبطل حسن الرباح. النجاح الرياضي للتنمية بمدينة قلعة الراس عبد الصمد شيبة يقدم للبطل الرباع. جمعية تقتصد على القوى مع ثلاثة الفائزين في فئة الكبار. طبعا هنيئا للمرة الأخرى جمعية تساوت في ألعاب القوى. شارك في السباق اليوم على التاريخ بمجهود كلوب منذ بداية السباق حسن كريم القرفلي أبدع في السباق ووصل سباق المتي للغاية. بطل في الذاكرة 63 سنة يواصل السباق. شكرا لكم جميعا، تحية لكم. أصغر مشفق آخر جائزة ستقدم طرف جمعية تساوت الألعاب القوى. طرف جمعية تساوت لألعاب القوى. النادي تساوت ألعاب القوى كريم قرفي لسعد الخوى خلال هذا السباق الوطني. هذا الجمع الرياضي أمينة بخطاط ستتحرك مرضين في الدنيا والمنيرة للغاية وتقديم البطلة. بطلة طبعا قدمت عمل كبير في إنجاح هذا السنة أمينة بخطة وزوجها نور الدين بنونة مع أعضاء جمعية تساوت لألعاب القوى.